بالتأكيد عملية الهجومية من جانب الرجاء، هنا ميزان من جانب الحافظي، تمريرة تعود بعد ذلك لتكون تصويبة محطرة بالرجل اليسرى من عمر العجون، يضع في شباك الحارس أيمن بشير معلنا بذلك عن الهدف الأول في هذه المباراة. حاولت لعبت بشكل مميز لجانب فريق الرجاء الرياضي كانت مباشرة صوب المرمى. ننضم أيضا لهذه العملية الهجومية في آخر أنفاس اللقاء، اللاعب عبد الإله حفيظي كاد أن يضع الكرة في الشباك لولا مراعاة الحارس، وأيضا عبد الإله حفيظي كان بإمكانه أن يمرر للجهة اليمنى. تنتهي الجولة الأولى من عمر المنافسة بعد أن أتت هذه المحاولة من جانب فريق المغرب الفاسي، تنتهي إذا الجولة الأولى بهدف واحد مقابل شيء، الرجاء متقدم على حساب المغرب الفاسي. ننضم إليكم مشاهدي الكرام في الشوط الثاني من عمر هذه المواجهة، الرجاء الرياضي الذي تقدم في النتيجة في الشوط الأول عن طريق عمر العجلون حاول في الشوط الثاني الدفاع عن الهدف. فريق المغرب الفاسي لم يركن للدفاع ولا خلق حملة هجومية منسقة، سيبتين بورا في الخط الأمامي ورأسية من جانب اللاعب محمد أفقي، هنا تصويبة كادت من كويتي أن تقدم هدفا آخر في المواجهة. استمر الحال من جانب عناصر فريق المغرب الفاسي، سيبتين بورا تمريرة جانبية في الخط الأمامي بالمحاداة من أقدام اللاعب عبد الله ديار، مشاهد هنا الطريقة على مستوى بناء العملية الهجومية، تمريرة ومباشرة إلى خارج الخط الجانبي للملعب. استمر الحال قبل أن نشاهد تدخل من عبد الله فرح الذي دخل في الشوط الثاني، تلقى بطاقة صفراء بعد أن عاد الحكم إلى شاشة الفار وتأكد من التدخل الأخير. محمد عبد الله فرح غادر رقعة الميدان 5 دقائق قبل نهاية المواجهة. في الأنفاس الأخيرة من عمر اللقاء نتابع هنا المحاولة الهجومية، الاختراق والدخول داخل منطقة الجزاء وتسجيل الهدف عن طريق اللاعب علاء الدين أشراي الذي وضع الكرة في الشباك معلنا عن هدف التعادل في الأنفاس الأخيرة من عمر المواجهة. الفريقان قدما متعة خاصة على مستوى رقعة الميدان وانتهت المواجهة بواحد مقابل واحد.